مساءكم خير. دخولا في الموضوع على طول كده، احنا النهارده عندنا السؤال الكبير بتاع يوم الموظف، يوم الموظف التقليدي العادي، مش الناس المشغوله والمطحونه، واحنا عارفين انه في ناس بتشتغل فوق طاقتها، لكن في كده نوع من الناس، وللاسف ده الاغلبيه العظمى والتحدي الكبير عند الشركات والمؤسسات، اللي من الصبح لاخر اليوم ممكن تساله عملت ايه النهارده فتلاقي ان النتيجه مضحكه، او انه علاقته بساعات العمل هي الحضور والانصراف. والحقيقه انه ده جوه الميزان العالمي بتاع تقليل ساعات العمل وزياده الانتاجيه، والعالم كله بيتكلم لا خدوا ايام اجازه اكتر لكن اديني شغل اكتر كمان. ده السؤال بقى اللي عندنا، ينفع نوصل لده؟ او ازاي نوصل لده واحنا بنقدم شغل حقيقي وانتاجيه حقيقيه؟ النهارده مشرفنا الاستاذ احمد ناجي استشاري الموارد البشريه، اهلا بيك دكتور. مشرفنا الاستاذ نادر عفت مدير التدريب في احدى الشركات المتخصصه لتدريب وتاهيل الموظفين، يعني انت ايه جايب من قلب الحدث مش كده؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا بيك يا نادر. هبتدي على طول من قلب الحدث قبل الكونسلتيشن والاستشارات. ايه اكتر نوع من التدريبات اللي بتطلب منكم كشركة تدريب، أو لأنها بتعتبرها الشركات تحدي، إيه أكتر حاجة يعني فيها أزمة وأنتوا بتحاولوا تصلحوها؟ كان زمان دايماً يطلب أنه أهلوا الناس دون قدرات، اشتغلوا على المهارات بتاعتهم. ده كان زمان. كان زمان اللي هي المهارات السوفت سكيلز او المهارات البسيطه بتاعت المهارات الشغل، ازاي يبقى بيعمل الحاجه احسن، ازاي يبقى بيشتغل بطريقه بيعمل المهاره بتاعته بطريقه احسن، التكنيكال، الحته التقنيه. دي المهارات التقنيه. التقنيه حلو. دلوقتي وبعد اللي احنا فيه كتير قوي ابتدينا ندرك انه اللي بيشتغل ده بني ادم، في حاجات كتير قوي غير بس اللي هو بيعرف يعمله. حلو. هو كبني ادم. فبقينا بنتكلم عن تدريب الفكر، ازاي الشخص يبقى بيتسال اسئله ما كانش بيتسالها قبل كده. هو انا مين؟ انا جاي منين؟ هو انا بحب اعمل ايه؟ هو انا بعرف اعمل ايه؟ هو انا جاي اعمل ايه هنا؟ حلو. ازاي نقدر ناخد الناس في سكك بنيسر وبنسال اسئله كتير قوي ليهم بتخليهم يعرفوا هو احنا المفروض يبقى لينا هدف ولا مالناش هدف من وجودنا في الشركه دي مثلا، أو في المؤسسة اللي احنا فيها دي، ولا أنا مجرد حاجة موجودة في الشطرنج كده؟ لا أنا محبوس دور. يعني أولا أنا محبوس 8 ساعات عشان تدوني أجرتي بالظبط. فابتدى يطلب مننا تدريبات ليها دعوة بالقيادة، إزاي أبقى قائد مثمر في المكان اللي أنا فيه، إزاي أبقى بهتم باللي بنسميه الورك لايف بالانس، واكشلي احنا بنحب نسميه اللايف بالانس مش بس الورك لايف بالانس، التوازن. بالظبط، ازاي ابقى بخلي بالي على صحتي النفسيه. انا مشكورك قوي لانك قلت احنا بنسميه توازن الحياه مش توازن الشغل والحياه. بالظبط، لان لما كانت بتتقال كده كنت انا برضو بتضايق، بقول هو الشغل ده مش حته من مش الحياه برضه يا جماعه؟ أيوة. ومش النص يعني، هو في حاجات تانية كتير جدا. فشركات كتير قوي ابتدت تطلب انواع مختلفه من التدريب، اللي هو ازاي اقدر اخلي الموظف يبص على نفسه، يعرف نفسه، يعرف قدراته، يعرف هو شاطر في ايه جنب المهارات بتاعته في الشغل، فيبقى بني ادم احسن ويعرف يطلع شغل احسن. حلو قوي، والبني ادم الاحسن يديني شغل احسن، صح؟ طبعا. رحله استاذ احمد ناجي بقى، انا عايزه اعترف لكم بتقصير، ده انا فاكره ان استاذ احمد ناجي هيجي يكلمنا بس عن الموارد البشريه، هو نفسه عنده رحله صعود وكفاح لذيذه جدا، مش عايزه اخطفك نتكلم عليها على طول، بس قول لي ازاي كلام استاذ نادر شايفه ينطبق على فكره الموارد البشريه، ازاي وانا شخص احسن يبقى ادائي في الشغل احسن؟ انا هاخد من كلام مستر نادر كلمه مهمه جدا، قال لك ازاي نخدم الانسان. يمكن انا بستعمل كلمه كده مع الاتش ار عشان خاطر احنا معروف عندنا حاجات وحشه كتير، بس ده كلام سوشيال ميديا بس فعلا. صدقني انا غالبا انا شخصيا من اكتر الناس اللي بحبهم في المؤسسات الاتش ار. فعلا في ناس كويسين، في اساتذه في اساتذه لينا فعلا بيعملوا، يعني احنا لو جينا نتكلم مثلا على دكتور خالد حبيب، يعني حد يعني نرفع له القبعه وبنستفاد منه جدا. احنا لو احنا غيرنا المفهوم بنتكلم على الانسان، هتكلم ان انا بدير، انا دايما بقول ايه، احنا ما بنديرش الات، احنا بندير قلوب. انا لو عارف ان الراجل ده، واسمحي لي بقى اتكلم بالعربي يعني بما اني في التلفزيون المصري، ودي كانت من امنيات حياتي وانا بشكر حضرتك ان انا فيها النهارده،
كل انسان في الدنيا عنده مشاكل. انا لو انا قاعد النهارده مع مستر نادر وهو جاي يعمل معايا انترفيو، انا مثلا مش هتكلم، انا لسه ما دخلتش في الشغل، انا لازم اعمل حساب مستر نادر ده ممكن يكون عنده مشكله هو جاي لي اصلا، لكن هو راجل كواليفايد. انا كراجل بتاع اتش ار ازاي اقيس بقى الحته اللي عنده دي؟ انا لو ابتديت من اول الريكروتمنت وانا اصلا بعين الراجل او التعيين او التوظيف وانا بعين الراجل بتاعي، انا عارف كويس جدا نفسيا هو بيتاثر ازاي. هبتدي من اول نفسيا، قبل ما بقول بقى جوب ديسكريبشن كي بي ايز او الوصف الوظيفي لكل وظيفه، وازاي اقيس هو الراجل ده بيعمل الوصف الوظيفي ده صح وبقيسه صح بطول ببعض النقاط اللي اقول لك حاجه بقى. انا مبسوطه بالكلام بصراحه، بس انا عارفه هيتقال ايه دلوقتي لو حد بيسمعنا عنده مؤسسه او شركه يقول لك ما انا مش فاتح مؤسسه اجتماعيه بالزبط. انا عايز ناس تيجي تشتغل وتعمل شغلها كويس وانا مش هقعد اطبطب وحايل واسكت وده على فكره منطق. هرجع لكم بعد الفاصل تقولوا لنا يعني رايكم فيه. والناحيه الثانيه الناس اصلا جايه مش طايقه الشغل ده حقيقي. طب اتكلمني عن انه خليني احسن بعد الفاصل نكمل كلامنا، عشان برضو الهدف من هذا الحوار ازاي نشتغل كويس قوي قوي لدرجه ان هيقولوا لنا خليكم في البيت يوم زياده بعد الفاصل. مساء الخير. لسه بنكمل كلامنا عن ساعات العمل والإنتاجية، والموضوع ده لأنه مثار عالميا ومثار عربيا أكتر، لأنه بعد تحرك الإمارات لتقليص ساعات العمل وزيادة الإنتاجية السعودية بتفكر في ده، فإحنا بقى في مصر ابتدينا إيه ناخد بالنا كده وننتبه ونقول للدولة إحنا جاهزين، ولو إنه طبعا توجهات الدولة لا نشتغل أكتر، بس إحنا فعلا عايزين نشتغل أكتر. إحنا فارق معانا إنه تبقى ساعات العمل للموظف المصري منتجة، أعتقد إن دي الحالة اللي تخلينا كلنا مرتاحين، لأن كلنا هناخد من بعض خدمات جيدة في وقت معقول. وده السؤال. أنا وقفت عند أستاذ أحمد لأني عايز أسألك، إحنا ليه بنكره الشغل من منظور إدارة الموارد البشرية؟ لأن دول الثروة. ليه ثروتنا مش طايقة الشغل، أو بالنسبة لها الشغل في ثقافتنا؟ أنا حتى لما بشوف الكوميكس أو النكت اللي على الفيسبوك على الشغل أنا بجد بخاف، لأنه لو طول الوقت بنهزر أن أنا رايح أتحبس 8 ساعات هدي إيه؟ هقول لحضرتك على حاجة. يمكن الشركات بقى في مشكلة أن أنا مش بدير شركة، أنا صاحب محفظة، فاللي أنا آسف في التعبير بس هو ده التعبير الأمثل. أنا لو أنا هضايق الموظف أكتر والمحفظة هتكبر أكتر فأنا هعمل ده، ما عنديش أي مشكلة. مع أن المحفظة دي أنا ممكن أشيل منها واعمل حاجه تانية اغير جو الشركه. نعمل الحاجات الكوميكس زي ما فيها وحش، في ناس مثلا كان في عيد الحب كان في بوست مشهور جدا على السوشيال ميديا، ناس جايبه وجبات للناس حاطينها على المكاتب. حضرتك ما تتخيليش ان حاجه زي كده ممكن تغير مود الموظف قد ايه. انا مثلا عيد ميلاد الموظف النهارده انا مش هجيب له حاجه. انا هبعت له مسج ولو على الواتساب، مش هكلف شركه. لا درجات الدنيا ناشفه وما بيعملوش كده حتى. لا في ناس ما بتعملش كده خالص. لا ده كده ناشفه قوي يعني خالص. فاحنا بنتكلم، هو برضو هيبقى هنرجع زي ما حضرتك قلتي ان ده دور الاتش ار، ومش عايزين نظلم الاتش ار قوي، لان لو الإدارة العليا زي ما احنا بنقول مش شايفة ان توجه الاتش ار، في ناس بتقول كده حرفيا دلوقتي الاتش ار ده اصلا ايه لازمته في الشركة، وفي شركات لا تؤمن بدوره. لا انا بسأل حضرتك من الناحية التانية، هو ليه الناس اصلا بتكره الشغل بسبب السلوكيات دي؟ مظبوط طبعا طبعا. طب نادر توافقنا ولا احنا يعني جايين بثقافة متشبعة بده؟ لا هو الحقيقة في حاجات كتير، يعني احنا عندنا تقريبا 8 ل 10 حاجات بتخلي الموظف يبقى عنده انتماء وولاء وعايز يشتغل. واحده من ضمنهم هو الشغف بتاعه. هل الشغف بتاعه متوافق مع اللي المكان بيعمله ولا لا؟ الاداره والمديرين بتوعه. زمان كنا بنقول عليها ريكوجنيشن، اللي هي ازاي ابقى بقدره، دلوقتي بقى اسمها اتنشن، ازاي ببقى بشوفه وبشوفه في الحلو والوحش، مش بس بقول له برافو لما يعمل حاجه كويسه، لكن ازاي بعلمه وبكبره، بالذات الجيل بتاعنا انه بيحتاج ان حد يبقى طول الوقت باصص له. حاجة من الحاجات اللي هي الماليات، بيقبض كويس ولا بيقبض مش كويس. العلاقات اللي جوه الشغل، انا بقعد في الشغل قد ما بقعد في البيت واكتر ساعات، فالعلاقات موجودة ولا لا؟ ان انا بقى عارف النقط اللي عندها، احنا بنحتفل ان احنا انجزنا انجازات ولا لا؟ وجود رؤية وهدف للمنظمة او للشركة اللي احنا فيها موجود ولا لا؟ كل الحاجات دي لما بيبقى فيها حاجات كتيرة متخبطة مش موجودة او مش مفعلة، ده بيخلي الموظفين مش حابين المكان،
بيدوروا على مكان تاني على طول. بنسميها تيرن اوفر، او ان انا اغير الشغل على طول بيعلى. ما حدش بيتطوع انه يعمل حاجه فيها تطوع، يا جماعه يلا مين عايز حاجه ازيد من المطلوب، حاجه ازيد من على قد فلوسهم. الغيابات، الناس بتدور على ازاي دايما اغيب. وده ياخدنا كمان لحته ساعات العمل. وياخدنا لان انا اقصر اليوم او اقصر الوقت بتاع الاسبوع. انت شايف انه ده صحي ولا مش صحي؟ هو مش فكره ان انا اخد اجازه اكتر، هو فكره انا هعمل ايه بالاجازه وليه. لا يعني انا عايز اعرف هعمل ايه في ساعات الشغل. يعني لو قلنا انه الشخص اللي بيشتغل 12 ساعه في اليوم ده، وفي ناس بتشتغل 12 ساعه، اشتغلوا 10، ينفع ويقدموا نفس النتيجه او احسن؟ اكيد ينفع. ينفع. واحنا لما بنيجي نعمل تدريبات ساعات بنطلب من الناس حاجات معينه يعملوها في ورشه التدريب، وبنقول لهم طب لو احنا قصرنا الوقت للنص وطلبنا نفس الحاجه هتعرفوا ولا لا؟ فعلى طول مخهم بيبتدي يشتغل، هو انا ايه المختلف اللي اقدر اعمله اللي يخليني انجز الشغل في وقت اقل. في وقت اقل، يعني فكره وضع الاهداف بالظبط، ان انا ابقى عارف انا عايز اوصل لايه. لانه اوقات كتيره قوي انا اصلا مخي معمول عشان يشتغل ويفضي الافكار اللي فيه لاكشنز او لحاجه هتتعمل، مش انه يقعد يخزن افكار ما فيش حاجه منها بتتعمل. فدي حاجه. الحاجه الثانيه انه لو انا فعلا باخد وقت راحه صح، انا بعيد تجديد الطاقه بتاعتي. دراسات اتعملت انه الاجازات اللي هي الناس بتبقى عايزه تاجز كتير وتغيب عشان عيانه بتقل. الناس بتدور على طرق تانية تحاول تنجز بيها الحاجه، لان هي عارفه انه انا خلاص الوقت هيخلص، فانا محتاجه اخلص الحاجه اللي عندي، وده ممكن يزود الانتاجيه. استاذ احمد، العائد من المجهود المبذول، هي دايما تتقال كده، او المؤسسات اللي بتفكر في تقليص ساعات العمل، يعني وقت ازمه كورونا قرينا كتير قوي ابحاث عن انه لا يا جماعه احنا اكتشفنا ان الناس وهي في بيتها بتشتغل احسن. ده مظبوط؟ الى اي مدى ده مظبوط، والى اي مدى ده ينفع في نوعيات وظائف مختلفه؟ هاخد برضو من كلام مستر نادر. هو قال اهداف، وحضرتك اكدتي على كلمتين، لو اهداف الشغل موجوده، انا الاهداف دي بتترجم عندنا فيما بنقوله بقى احنا اللي هو جوب ديسكريبشن او الوصف الوظيفي. انا لما بحط وصف وظيفي واضح لكل وظيفه انا طالب منها ايه، التاسكات اللي عندنا، بلان عندنا يعني زي تقييم بيحصل سواء شهري سواء يومي سواء التاسك اللي احنا حاطينه، واحنا حاطين بلان للتاسك، انا ساعتها خلاص انا ملم، انا مش محتاج اراقب الراجل، هو عارف التاسك بتاعته ايه وعارف هتخلص امتى وعارف التايم. فهنيجي ان الاهداف كل ما تكون واضحه كل ما كان سهل الامر علينا اكتر. وزي ما حضرتك قلتي احنا ايام كورونا في شركات ما زالت الى الان بتشغل ناس لا ده احنا لما نيجي نحسبها كمان ده كمان كسب الشركات، انا ما بقتش ادفع نور، انا ما بقتش ادفع هي اتحسبت كده. في محفظة برضو زي ما انت بتقول. انا مش عايز اكرر اللفظ تاني، بس هي كلها الحسابات بالشكل ده. بس هو حضرتك قلتي كلمه مهمه جدا، الاهداف، كل ما كانت الاهداف واضحه وعندنا بلان واضحه كل ما كان الامر هيبقى اسهل، ومش هتضايق. انا عندي تاسك بخلصه في مواعيدي وبتكافئ عليه، بكافئ عليه بحاجه مميزه لو خلصته قبل ميعادي كمان. فكل ما كان هل صحيح ان احنا بينقصنا مش بس ان الشخص يشتغل كويس لكن مراقبه الاداء؟ يعني مين اللي بيقيم الاداء في الاخر؟ ساعات الناس دايما تقول كده اشتغلت زي ما اشتغلتش، برضه استاذ نادر قالها محدش شايفني. مظبوط. احنا بتنقصنا نقصانا دي في المسميات الوظيفيه والمديرين الكتير اللي بيعملوا حاجات كتير، بس في حد بيراقب الاداء يقول لحد برافو او يقول لحد وحش؟ هو مفترض ان اداره الموارد البشريه هي اللي منوط بيها مع المدير المباشر للقصه عشان الامر ما يبقاش بالهوى. انا في مديرين كتير قوي بيبقى الامر بالهوى، الموظف ده بيريحه، الموظف ده بيسمع كلامه كتير، الموظف، فانا ممكن اقيمه. وفي ناس بتقيم، انا اعرف شركات بتقيم اديله 90% شهر ده، معلش اديله ده 100%، اديله ده 60% كده بالحب. بالتليفون والله، حتى مش بالحب بس. فده حضرتك بتقولي ليه الشركات طارده؟ لا، هو ده سبب الشركات الطارده، ان ما تخش حضرتك جوه الشركات تايتلز كتير جدا ومديرين كتير جدا. طب المديرين دي بتعمل ايه؟ ولا حاجه. المديرين دي بتقيم الناس بتاعتها. طب عشان اعمل لينك مع مستر نادي، انا عشان اقول له الراجل ده محتاج تدريب، انا وانا بقيم لازم اقول الراجل ده متاخر في حاجه. طب هو متاخر عشان هو ما عندوش السكيلز دي،
فانا اطورها، فانا اتصل بالشركه شركه التدريب تعالى بعد اذنك انا عندي مشكله في الراجل ده الاكسل بتاعه مش كويس مثلا، فخش اعمل لنا سيشن اكسل وفاهم الناس وطوره ولا متاخر لان ده سلوكه هو التقييم هو مع الاهداف هو ده الاساس في كل حاجه. استاذ نادر، وبكل صراحه قابليه الناس للتطوير بتعتمد على ايه؟ يعني انت اكيد دربت الاف من الناس، اشتغلتوا في تدريب شباب خريجين جدد وناس بتشتغل بقالها سنين، مين الاكثر قابليه للتطوير؟ او عندك اي حاجه كده تقدر تقول لنا مرجعيه فاكتورز تضحك يبقى فيه؟ لا، هو واحد من الحاجات اللي خلتني اشتغل في شركه تدريب، انا اصلا مهندس بجد، واللي خلاني اغير وجهتي للتدريب هو انه حد استثمر في حياتي. فانا مقتنع انه كل الناس عندها جوع للاستثمار فيها، يعني يعني لو حد عمل حاجه كويسه لحد فهيري مش هيقول له لا، يعني لو حد قال له لا هي ممكن تتعمل بالطريقه دي احسن من كده، لا هو انت محتاج واحد اتنين تلاته عشان تبقى احسن، عشان تبقى المدير بتاعك، عشان تبقى تمسك الشركه دي في يوم من الايام. مفيش حد هيقول لا، ده بالعكس، ده واحده من سمات الجيل بتاعنا، هو انه لو ما لقاش مكان بيطوره او لو ما اتعلمش حاجات جديده بسرعه بيدور على مكان تاني على طول. فلا، الناس احنا لما بنروح وبنخبط على ابواب كتير وبنخش شركات كتير وبنروح للمجتمعات وبنبتدي نقول بس احنا مش جايين عشان نعلمكم تشتغلوا احسن، احنا جايين عشان انتوا تبقوا احسن، بتلاقي الوشوش والناس ابتدت تبقى مبسوطة. كويس بقى حد بيقول حاجه ليا انا. طب تعالى اقول لك انت تقريبا بتفكر ازاي وبتتصرف ازاي، معلومه جديده عني بتفرق معايا انا في تعاملاتي الشخصيه، بتفرق معايا في تعاملاتي في الشغل. تعالى اكلمك عن اللايف بالانس، تعالى اكلمك عن ان حياتك مش شغل بس. طب ما هو انت لو اشتغلت بس فانت مهموم بالشغل بس وضغوطات عماله تزيد. طب فين الرياضه في حياتك؟ فين العيله في حياتك؟ فين الوقت الكواليتي اللي انت بتقعده مع العلاقات اللي حواليك؟ فين تطويرك لنفسك؟ يعني كل ده من ضمن باقه تدريب الناس جوه الشركات عشان تشتغل احسن بره. وخليني اكد حاجه كمان، انه من الدراسات لو انا خلقت ثقافه اللي بنسميها الكالتشر، الثقافه بتاعه الشركه، ان هي مؤهله ان احنا كلنا بنتحرك مع بعض وكلنا راكبين اتوبيس ورايحين حته معينه فالناس عارفاها واحنا عايزين الناس الصح على الاتوبيس معانا، الثقافه تاثيرها اقوى بكتير من الاستراتيجيه من خطه العمل. الثقافه يعني في كونسلتنت كبير قوي بيقول انه الثقافه بتاكل الاستراتيجيه على الفطار. culture eats strategy for breakfast، لانه الثقافه الغلط مهما كنت شاطر في ان انا احط خطه وبلان هتطلع، حطيها بقى وسط ناس مش عايزه، المكان مش مساعد، مش بنقول للناس برافو على الصح وبنقول لهم لا محتاجين تتطوروا في كذا، ما عندناش قيم معينه اللي بنسميها الفاليوز او الريفرنسز اللي عايزين نعيش ازاي. كلام يوجع، عارف ليه؟ عارف ليه كلام يوجع؟ لانه هو ده تحديدا همي وانتم بتتكلموا الكلام الحلو بتاع الشركات والمؤسسات، بقول لا احنا في بلدنا مصر عمال تجري بسرعه قوي وعندنا تحدي انه ثقافه الناس لسه بعيد، ثقافه المجموع مش ثقافه بقى كل واحد ينجو بشركته. ده اجتهاد شخصي. هل ينفع ننجو بثقافه المجتمع؟ يعني ينفع نقول انه في حاجه ممكن نديها للناس فسلوك الناس عموما في الشغل يتغير، ولا ده كلام مثالي قوي؟ مش كلام مثالي. وحضرتك سالتي برضو سؤال، مين اللي عنده قابليه اكتر للتدريب؟ الناس الفريش جرادويت زي ما بنقول، اللي هم، لا انا بشوف ان هي فعلا في فروقات شخصيه، يعني صح ده حقيقي. دايما لما بنقعد مع حد لسه خريج جديد بنقول له ابتدي من دلوقتي. يعني انا في جمله بحبها جدا اللي هو انت ممكن تكون زيرو اكسبيرينس بس من زيرو نوليدج. النوليدج بتفرق جدا معاك. انا محتاجك زيرو اكسبيرينس اوكي، بس ايه النوليدج اللي انت خدتها؟ في ستودنت اكتيفيتي كتير جدا موجوده دلوقتي في الجامعات المصريه، حقيقي يا دكتور، مبهرة بشكل غير طبيعي. ناس بتعمل حاجات، يعني واللي بيدخل جامعة لازم نقول له اعمل النشاطات دي اهم من الدراسة او جنب الدراسة. يعني خلينا مثلا لو هنقول الجموع اللي موجودة دلوقتي احنا مش قادرين مثلا نسيطر عليها او نغير افكارها، في جموع شغالة في الجامعات دلوقتي احنا نقدر نسبورت ليهم اكتر، هم بيسبورتوا نفسهم ودي حاجة مميزة جدا. احنا ممكن نسبورت ليهم اكتر وهم بيسمعوا. يعني في ناس، في طلبه
عندهم شبكه علاقات انا اشك يعني اشك ان هي اكبر مني انا شخصيا. ما شاء الله عليهم، ما كانتش موجوده في اجيال سبقتهم. ده حقيقي فندم، ده حقيقي. وهم بيعرفوا يستخدموا السوشيال، مش كل على فكره طلبه الجامعه بتستخدم سوشيال ميديا في الترندات والكلام ده، لا, لا في طبعا. طلب الجامعه عاملين شغل رائع. انا شايف ان من وجهه نظري المتواضعه، وده حصل مثلا في منتدى شباب العالم، هو ده الاهتمام الصح، هي دي البدايه الصح اللي احنا نقدر. مش معنى كده ان احنا هنسيب الباقي، الباقي في بلان وفي حاجه خطط تجي له وقته، يعني هتجي له وقته، بس دول البدايه. انا عارفه وقتنا خلص وعمالين يقولوا لي الوقت خلص، بس اخيرا الانتاجيه ينفع تزيد ازاي؟ لو كلكم ينفع كل حد يقول لي بس حاجتين، فكرتين، ازاي نزود انتاجيه الناس مش ساعات العمل؟ انا هقولها بكلمه واحده، فضل. العدل. العدل، يا ونفكر بقى احنا في التفاصيل نادر. تحديد الاهداف واللي بنسميها البرفورمانس مانجمنت، او مراقبه او اداره الاداء. لو انا حطيت اهداف انا عايز اخلصها في وقت معين، هدور على طرق جديده اعملها بيها، بس احط اهداف وافهم يعني ايه حاجه خلصت. حلوة. احطها في كلام. ان شاء الله يبقى دي خطوه في مشوار طويل، واحنا ابتدينا واحنا نفسنا مفتوحه ان احنا نقول ممكن نشتغل اقل في ساعات اقل وندي انتاجيه اكتر. راحوا الناس الشاطره دي خدونا فكره ان احنا نكون احنا ناس افضل، فالشغل يبقى افضل والحياه كمان تبقى افضل. فانا بشكركم على التوجه الحلو ده. مهندس نادر عفت، مدير تدريب في احدى الشركات المتخصصه في تدريب وتاهيل الموظفين، بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ احمد ناجي الاستشاري او استشاري الموارد البشريه وصاحب قصه النجاح المنفرده جدا، بشكرك. شكرا. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.